مشاهدينا ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا بيكم. معكم عناية عبد الحليم، مراسلة أهل مصر من كفر الشيخ. نحن بحضركم دلوقتي هنا متواجدين هنا داخل محكمة جنايات فوق. منذ قليل كانت المحكمة كانت بتنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة وطفلها في عزبة البرنس التابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ. يعني الجلسة اليوم شهدت مرافعة نارية من النيابة العامة وكذلك أيضا من محامي المجني عليه. يعني الواقعة دي بتعود تحديدا لشهر 11 الماضي. تم يعني المتهم في تلك القضيه قام بقتل السيده ونجلها خنقا. احنا دلوقتي معانا محامي المجني عليها يكلمونا اكتر عن تفاصيل المرافعه اليوم. اخرى للاستاذ ماهر ابو شريك، عايزين نعرف من حضرتك طلبات حضرتك والطلبات اللي حضرتك طلبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو حضرتك احنا يعني اقل مطلب النهارده لاهل الضحايا هو الاعدام، لأن المتهم هذا الذئب البشري قتل أم ثم طفلها ثم سرق، وهي جريمة بشعة يعني فعلا تدمع لها العيون وتدمع لها القلوب. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله احنا منتظرين حكم الإعدام بإذن الله. ربنا هيوفق النهاردة، وده قصاص عادل إن شاء الله بإذن الله، وده أقل شيء يشفي الصدور. يعني لأن فعلا دماء الناس كلها بتنفر، كل الوجوه بائسة من هذا المنظر الكئيب الذي ارتكبه المجني المتهم في حق المجني عليهما. وإن شاء الله بإذن الله نتوسم أن تصدر كلمة الحق وأن يكون هناك حكم بالإعدام خلال الساعات القادمة بإذن الله. بإذن الله كلا يأخذ حقه في ظل هذا القضاء العادل والنجس بإذن الله. شفنا النهاردة كلمة النيابة العامة والتي قامت بالتركيز على عدة نقاط، بأن المتهم راقب ثم خطط ثم نفذ جريمة السرقة ومن ثم جريمة القتل. عايزين نلخص كلمة النيابة العامة التي ألقاها المستشار عز غلوة شهيد. هي النيابة العامة صراحة يعني بذلت جهد غير عادي في هذه القضية، ولكن جمعت الأدلة المادية والقولية والفنية والتي اجتمعت على كلمة واحدة، إضافة إلى اعترافات المتهم أمام النيابة العامة أمام الشرطة أمام القضاء اليوم اعترافا جامعا مانعا في كلمة حق بأنه قتل يعني هذين أو النفسين المطروحين على بساط البحث. وإن شاء الله بإذن الله النيابة العامة أبلت بلاء حسن في هذه الدعوة، لأنها محصت الأوراق، والمحكمة إن شاء الله بإذن الله تمحص هذه الأوراق. إن شاء الله بإذن الله يكون هناك حكم بالإعدام خلال ساعات، وأبشر الناس وأبشر أهالي الضحايا بإذن الله. النهارده كان في بكاء وتأثر كبير من أسرة المجني عليهم النهارده داخل قاعة المحكمة. وحضرتك أنا ملاحظ طول الوقت إن حضرتك بتحاول أنت تطمنهم، إن شاء الله هيكون في حكم يعني هيشفي وهيشفي صدورهم إن شاء الله. يعني هو من خلال منصاتكم وإعلامكم موقر دهوت إحنا بنبعث لهم يعني كل التعازي، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله هذا الحكم سيثلج قليلا في الصدور، ولكنه لا يعيد ما تم قتله ان شاء الله باذن الله. باذن الله. استاذ ماهر، حضرتك النهارده كنت في مراحلتك او حديثك عن المدعين بالحق المدني قلت عده نقاط، من بينها طبعا ان المتهم قتل طفل من عمر نجله الصغير واسمه على اسمه. عايزين حضرتك توضح لنا ملخص مرافعه حضرتك النهارده امام محكمه جنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. القصاص العاجل هو القصاص العاجل والناجز هو كان الهدف الاساسي النهارده، والهدف اللي اكدنا عليه جميعا واكدت عليه مرافعه النيابه العامه، اكد عليه استاذنا الاستاذ حسيني النهارده، في العدل ثم العدل ثم العدل، والعدل هو القصاص العادل والاعدام شنقا لهذا القاتل الفاجر الفاسق الذي لا تقول الرحمه اليه بصله. فكان هذا القاتل الفاسق الذي سيطر عليه الشيطان في قتل أم وطفلها بلا رحمة وكل قسوة وكل ضراوة، قام هذا القاتل بقتل الأول الأم ثم قام بقتل طفلها، قام قتل طفل في عمر طفل في عمر طفله. حتى في تحقيقات النيابة العامة كان يؤكد أن هذا الطفل هو صديق لطفله واسمه على اسمه يوسف،
لم تأخذه الرحمة ولم تأخذه الشفقة في أغض بصره عن هذا الطفل، لم تأخذه الرحمة ولم تأخذه الشفقة في الانتهاء من قتل واحدة دون الآخر، بل قام بقتل ثم قام بقتل ثم قام بسرقة. لهم الجنة إن شاء الله، لهم الجنة، لهم الجنة إن شاء الله. لهم الجنة إن شاء الله. القفص بيحاول يدعي إن هو الحزن داخل القفص النهاردة، وحاول هو حتى أنكر النهاردة إن هو ارتكب الواقعة، يعني هو أنكر أثناء حديث النيابة. هو ينكر كما يتراءى له، ولكن واضحة ظاهرة وجلية وساطعة سطوع الشمس في كبد السماء. الحقيقة ظاهرة، هو قتل ثم قتل ثم سرق، قاتل يعني فاجر فاسق، يعني يستحق العقاب القاسي، هو الاعدام مشنق. وهذا ما سننتظره من المحكمة الموقرة ان شاء الله في غضون دقائق معدودة. ان شاء الله ننتظر الحكم العاجل الناجز ان شاء الله باعدام مشنق، ليشفي صدور الاهالي وليشفي صدور من مجتمع بأسره. مجتمع بأسره ومن تابع هذه القضية من بدايتها حتى نهايتها حتى اليوم. يعني حضراتكم طول الوقت النهارده اثناء المرافعة ان القضية دي قضية غريبة على سمعنا، وان المتهم لم يراعي ام صغيره وابنها ورغم توسلات اليوم ان هو المتهم ليس حديث صدفه، المتهم له سابقه في جنايه عاهه مستديمه، وتم حبسه مسبقا، وتم ايقافه عن العمل، وكان يعمل بالشرطه وتم ايقافه عن العمل من قبل. فالمتهم ليست هذه الجرائم التي ارتكبها هي جرائم حديثة الصدفة أو جرائم بمحض الصدفة، لا بل هي جرائم مخطط لها مسبقا، جرائم مخطط. إن شاء الله بإذن الله القضاء المصري، كلنا ثقة في القضاء المصري، كلنا ثقة في القضاء المصري إن شاء الله بالقضاء بإعدام شنقة بإذن الله. القضاء بالإعدام شنقة النهارده أكدتوا على عدة نقاط، كان بينها طبعا القصاص العادل الناجز، طبعا كلنا ثقة بأن قضاءنا سيصدر حكمه العادل في ذلك في تلك القضية. عايزين نعرف من حضرتك النهارده ابرز المحاور اللي حضراتكم تكلمتوا فيها، يمكن احنا كنا موجودين معاكم داخل الجلسه، كان المرافعه المدعين بها الحق المدني تجاوزت تقريبا ربع ساعه، عايزين ناخد النقاط الاساسيه فيها او مدار فيها. هو طبعا يعني هذه المرافعه اللي ليا ولزميلي الاستاذ ماهر طبعا يعني اقل القليل في الاوراق، ولكن مراعاه لوقت المحكمه ولما ابدته النيابه العامه، وأيضا حتى نترك المساحة لدفاع المتهم في الإدلاء بدلو في هذه القضية. ولكن طبعا هناك جريمة قتل اقترنت بجريمة قتل أخرى، اقترنت بجريمة سرقة، اقترنت بجريمة دخول عقار، وهذه الجرائم تؤدي إن شاء الله بإذن الله إلى الإعدام بلا جدال ولا شك فيها بإذن الله. إن شاء الله احنا ننتظر، وكلنا ثقة في النيابة العامة ثم في القضاء المصري الشامخ ان شاء الله باذن الله. واحنا اثنين عليكم رفعتنا، وقلنا ان هذا القضاء يعني ينال ثقه الجميع ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله في قصاص عادل. انا بطمئن كل الناس واهالي المجني عليهم باذن الله، واحنا يعني الحمد لله ان احنا وقفنا جنب الحق بنسانده باذن الله، وان شاء الله لن نناصر ابدا اي مظلوم او قاتل باذن الله باذن الله. شكرا شكرا. مشاهدينا متابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا كنا بحضراتكم النهارده هنا تحديدا من داخل محكمة جنايات فوا، كان معانا محامي المجني عليهم في القضية اللي كانت بتنظرها محكمة جنايات فوا اليوم. يعني محكمة جنايات فوا اليوم كانت بتنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ربة منزل ونجلها الطفل داخل منزلهم بعزبة البرنس التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. يعني استمعنا منذ قليل عبر جريدة أهل مصر للمرافعة، مرافعة نارية من النيابة العامة وكذلك محامي المجني عليهم في تلك القضية، وكان لنا اللقاء الآن معهم، كلمونا عن أكثر عن أهم المحاولات التي استندوا عليها في دفوعهم اليوم أمام هيئة المحكمة. مشاهدينا متابعين معكم جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا كنا مع حضراتكم النهارده هنا من محافظة كفر الشيخ. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.